السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معانا في المسابقة الرمضانية 2022. ما تنساش مسابقتنا فيها جوائز مالية في آخر الشهر، اللي هيكون أكثر إجابات، وما شاء الله معظم الناس اللي بتجاوب إجابات صحيحة. في طبعا اختلاف في طريقة الإجابة، فطبعا لو كل الناس بقت شبه بعضها هناخد الإجابة النموذجية اللي هي الإجابة الكاملة. وإن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع. وقبل ما نقول السؤال السادس عشر، يلا بينا نبدأ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تفرج بها الهم وتزيل بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال. آمين آمين آمين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السؤال السادس عشر بيقول: درج بين الناس أن يقول قائلهم بعد كلمة أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، فأي مخلوق قالها أولا؟ استدل على ذلك بآية من القرآن الكريم. السؤال مرة أخرى: درج بين الناس أن يقول قائلهم بعد كلمة أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، فأي مخلوق قالها أولا؟ استدل على ذلك بآية من القرآن الكريم. أتمنى لكم التوفيق، وما تنساش لو اعمل شير ولايك للفيديو. لو أنت ما اشتركتش في القناة اشترك علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله. وأشوفكم في الحلقة الجاية بكرة إن شاء الله، والسؤال السابع عشر. لكم مني كل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.